إذن الحصة الكبيرة هلا هي للشيف شادي حتى نتابع سوا شو عم بيصير عنده بالمطبخ مع ورشة ملح. غادة ليك شو بدي فرجيكي هون؟ غادة ليك شو بدي فرجيكي؟ شايفة من عندك؟ شايفين؟ هيدا هو لبنان. شفتوا شو حلو؟ بيعقد. يا ريت هالسياسيين بيجتمعوا كلهم هيك كل سنة بشو صورة بيطلعون على صفحات المجلات، فشكرا كثير لكل شيف موجود بلبنان، لكل شيف كان معنا بالصورة، ولكل شيف من خارج لبنان بيشتغل عندنا بلبنان، والشكر الكبير للهوسبيتاليتي نيوز. اوكي. أحبائي بسرعة فائقة. يعني بسرعة يعني كاميرتين ثلاثة رح يلحقوني هلا بسرعة، أول شيء شو عملت؟ عملت التشيز كيك مع الخضرة بعدني مزينة بهالطريقة، رح أعطيكم إياها هلا لإلك أنت مدام، تفضلي. بهالطريقة ورح جيب لإلك كمان مدام اللي عملتها أو الصينية الثانية اللي عملتها اللي بعدها ما جمدت كثير، خلينا نشوف، أوكي؟ يلا. هون بسرعة. هيدي الصينية الصغيرة اللي عملناها قبل، طلعوا كيف؟ رح نجرب حظنا. برجع بعيد، هون شو عملت؟ جينا جمعنا بعض انواع الخضره، فلفله حلوه حمراء وخضراء وبندوره وخيار، ملح وبهار. فلفل يعني. حطيناه على جنب، ميل ثاني حطينا كبايه وحده من البسكويت المطحون، كل كبايه بدها حوالي 110 جرامات من الزبده السايله، اوكي على النار او الدايبه، وبنحط لها 3 ملاعق من البارميزون وملح وبهار بقلبها، بقلب وين؟ بقلب هالبسكوي اللي نحن طحنناه، هلا ممكن البسكوي يكون حلو يكون مالح، افضل يكون مالح. شو عملنا بعدين؟ حطينا من تحت الكعكه، عليها من فوق بنحط بياض البيض اربعه بيكونوا مخفوقين، بنحط هيك بياض بيض منطقه ناج بنعملهم بالمكنه، بعدين بنحط خليط الكريمه، الكريمه كانت بتعقد بتجنن اللي هي عباره عن 400 جرام من الجبنه القابله للدهن مع نص كبايه من البارميزون، مع نص كبايه من الكريمه فريش. مع نص كبايه من المايونيز كلهم مخلوطين مع بعضهم وحطينا ببعضهم المطعمات الحلوين وجينا نحن ضفناهم على هالخلطه مع اربع اوراق من الجيلاتين الدايبين بنص كبايه من المي السخنه. هلا بتقولوا يمكن ما قدرنا فهمنا على الشيف شادي حكي بسرعه هلا، ايه مزبوط لانه كل نهار عم نشتغل فيها للوصفه، هلا بدنا ننتقل على وصفه بتعقد مضروبه الدجاج. هلا الله يبعث غادة بعد شوي لأنه هي رح تكون مهمتها الضرب. ليكوا شو رح يصير، يلا بسرعة فائقة، ما تبهدليني. يا سلام، هون هيك بهالطريقة، خلينا نشيل لورا، رح شيلها كمان هون. حلوة حلوة حلوة، خليكم، شو بنعمل؟ بنجيب باليت فرونسيز. أوكي. هي اسمها باليت فرونسيز وهي اسمها كمان باليت، بس هيدي صغيرة وهيدي كبيرة. نمسك هيك بهالطريقة. نبلش نطلع بنحطه هون هيك، بنحطها تحت. ونبلش نحن نحف هيك اذا كانت مش ملزقه ابدا لكم بسرعه فائقه بتعقد بتجنن طلعوا شو حلوه وبنجي نحن بنبلش نزين بندوره وهيك لانه الشيف شادي عملت شيز كيك اليوم على خضره اللي فيه بقلبها بندوره طلعوا البندوره واللي فيه بقلبها كمان قلنا خيار طلعوا الخيار اوكي بهالطريقه واللي فيه بقلبها كمان قلنا فلفله حلوه خضره بس ما راح نحط فلفله حلوه خضره فينا نحط كمان واللي بقلبها فلافله حلوه حمراء يا شيف شادي بتعقد بتجنن يا سلام يا سلام شو حلوين وهيدي للمدام كمان تفضلوا بتعقد هالوصفه عملوها رح يحبوها كثير الاولاد الصغار اذا بدكم تستغنوا عن المايونيز بنستبدله بالساور كريم او الكريمه الحامضه او اللبنه بيني وبينكم لكن الكريمه او نستبدله بالساور كريم للمايونيز او الكريمه الحامضه، اوكي؟ يعني الساور كريم هي الكريمه الحامضه مع عليها شيف شادي او اللبنه مع عصره حامض، وخلصنا الموضوع كله ويلا على الدجاج. موضوع ثاني هي مضروبه الدجاج. خليكم معي اعملوا معروف شوي صغيره، خلينا نطلع اول شيء نحن هون سلقت الدجاج وفصفصنا الدجاج. وكلنا بنقول انه سلق الدجاج يا ماما قد ايه هين. بس بنجي بنعلم وبنقول انتبهوا على الزفره. ما في زفرة ما في زفرة ما في زفرة إذا هلا بتخلوني جوا ضل أقول ما في زفرة 20 دقيقة ما بتخلوني؟ أوكي ما بيخلوني لو بيخلوني كنت كفيت الموضوع هو المي عم تغلي انطعمناها ولا ما طعمناها؟ انطعمناها بتطلع أطيب أكيد وبنحط بعدين الدجاج فيها أو اللحمة بس أنا أكيد بيطعمها
خلينا ننتقل هلا على عند العطارين او عند المحل ما بنشتري البهارات. لكن حوين عم نشتري بهارات، طلع قدامنا زنجبيل، طلع قدامنا كبش قرفل، طلع قدامنا شو اسمه ورق هيل، طلع قدامنا الخولنجان تعرفنا عليه امبارح، طلع قدامنا كمان من الحامض اللومي، نشتري منهم شوي صغير هيك وبنجيبهم على البيت بهالطريقه هيك. وانا مثل كاني فاتح دكان اليوم اللوقية بألف. اوكي ورق غار حلوين، عندنا كمان من القرفة، هودي كلهم جمعتهم الا الزبيب وحطيتهم بقلب المي اللي عم تغلي حتى يعطوني كمان فليفر او طعمي او تيست بيعقد على اي نوع من الدجاج من السمك او من كمان اللحومات يلي انا بدي اسلقها. يا سلام صار عندي اياهم كلهم بالبيت. اوكي هلا انا بدي اقول شغله، امبارح عملنا وصفه اللي هو المجبوس، اوكي عملناها كثير طيبه امبارح كمان باللحمه، نسينا ما نحط فيها شغله هي الزبيب، بس هذا مش معناته انه ما بتطلع طيبه، كانت واو طيبه مع الزعفران، جربوا المجبوس كثير طيبه، واللي ما شاف امبارح حلقه امبارح في ينتقل بسرعه على شو؟ على الفيسبوك عالم المطبخ او رشه ملح ويتعرف على الوصفه او يقريها او يحضرها على اليوتيوب اللي اكيد موجود كمان اللينك تبعوله بقلب صفحه الفيسبوك. طنجره حطيناها، بلشنا هلا يا شيف شادي من بعد ما حطينا الدجاج وسرقنا الدجاج وبعدين فصفصناه، انا عندي طنجره هلا بسرعه فائقه، تابعوني كمان. وانا هون حكينا عن غادة انه اليوم مهمتها الضرب والوصفه هي مضروبه الدجاج. ميرسي. اليوم هيك تنكفي كل شيء له علاقه باي شيء. اي شيء بتحبي تضربيه، اي شيء بتحبي تضربيه. هلا ليش اسمها مضروبة الدجاج؟ هلا بنعرف ليش بعد شوي صغيرة، اوكي؟ هلا خلونا نتابع الوصفة. دخيلك على الضرب، ما بقى حدا يجيب سيرة الضرب. ضرب ضرب ضرب، ليكي شو؟ اخترت أول شيء ملعقة كبيرة، اوكي؟ مش لنلعب سيف، لا مش لنلعب سيف، بس لأنه رح أعمل كمان شغلة بعد شوي، طلعوا كيف؟ دغري البصل، طلعوا هون هون، تابعوني بس بالوصفة اعملوا معروف، وهون كمان هلا رح ولع الغاز تحت هيدي الطنجرة تأعمل كمان كباية من الرز. خليكم معي إذا بتريدوا. نفتح هون طنجره زيت زيتون، هون راح اعمل الرز هلا بسرعه، راح احط على زيت الزيتون دغري كبايه انا من الرز، راح استعمل اليوم رز حبه طويله صفرة اللي هو اكثر شيء معروف بالرز الامريكاني. يلا يا شيف شادي وهيدي كبايه هون اللي بنستعمله كثير لانه ما بيخبص. لا ما لازم ولا رز يخبص معنا انه الا اذا كان لك شفتي هيدا حركه هيك ولا رز وقفت عليه كيف؟ تبع على حالك للشخص الا عملت اذا غلطة. الا اذا الا ما يكون حبه صغيره وكثير فيها من النشويات مثل الرز المصري او الرز الايطالي. هون نحن ما بنستعمله نعمله رز هيك، اوكي بنستعمله للحشوات بس. اوكي واو البصله بلشت تحمر يا شيف شادي، انا بدي اياه. واو يا شيف شادي هون الرزات كمان انا من دون ما اغسلهم ابدا عم حرك هلا بزيت الزيتون هون بتعقد عندي انا كمان هون هالشينوا شينوا تينك تونك تانك، يعني معناتها انه في ثقوب صغيره تينك تونك تانك تذكريها تينك 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 هيدي للثقوب. اوكي هيدي بتعرفي كيف بيسموا اللي بالصين بتعرفيها هيدي اخر بيوقعوا الشيء الطنجره على شو اسمه. اوكي يلا بصل يا شيف شادي هون، من بعض البصل عندي انا من الثوم البودره ملعقه صغيره. يا سلام بنحرك بسرعه، لكن كمان هون بلش الثوم البودره يتحول الى لون كريم، وانا هون بتذكروا عندنا هون شو عنا الرز، صرنا عم نشتغل بالايدتين حتى نعجل لان وقتنا اليوم ضيق. هيك هلا بنتقل هون لشيء اسمه يا سلام يا شيف شادي كزبره. وين؟ بصل، ثوم، كزبره، حركنا الكزبره. علينا الامان نستعمل الثوم البودره بكل يلا. الوصفات هلا هلا بجاوبك يا دي امس. فلفله حلوه، وهون هلا فوق الرز رح حط كوبين من مرقة الدجاج، نص كوب، واو حبيت، كوب حبيت، كوب ونص، كوبين، اوكي؟ حطينا هيك، حركنا، ممنوع ولا حبة تكون يمين وشمال، ما لازم زيد بهارات ولا عطور ولا شيء أبدا، عطور يعني أعشاب عطرية أنا قصدي، مش إنه عطور بارفان يعني بارفان يعني، اوكي؟ فينا كمان مي ورد، امبارح استعملنا امبارح المي ورد وهيك، أنا بعتبر المي ورد أطيب بكثير وأجمل من أي عطر قد ما طيبة. اوكي ليكو هون شو صار انا عندي؟ واو يا شيف شادي هلا بهاللحظه لازم انا اضيف على البصل والثوم والفلفل الاخضر الحار والكزبره عدس. خليكم معي شوي، شوفوني هون شو عم بعمل.
كباية من العدس عم صفيها، طلعوا مسلوقة، بشيل هيك وبحطها فوق هول. طيب خليكم معي. ليش عملت هيك يا شيف شادي؟ لأنه اضطريت اسلق العدسات قبل، لأنه لو بدي احطهم هلا أنا على البصلة هلا واسلقهم بدي نص ساعة، ما عندي وقت، فاضطريت أنا قبل. بس هو لازم دغري نحط العدس، أوكي؟ لأن أنا استعملت اليوم العدس الأحمر، وفينا هلا كمان نقرا الوصفة أو تطلع الوصفة كمان على الشاشة. شو بتعملوا؟ بتجيبوا العدس الأحمر لكوينه هون، بناخذ كباية منه وبنجي بنحطها هون وبنحط عليهم المي حوالي 3 أكواب وبنسلق مثل انا ما سلقت هون، والمي اللي بنحطها بتكون هي مرقه الدجاج. انا لك بيت المي هلا لان استعملت مي عاديه، هلا بدي اضيف عليها مرقه الدجاج. فهمتوا كيف؟ يعني بس انه يفهموا انه نحن العدس لازم ينحط ديركت نحن فوق البصلات او بفوق كمان الطبخه تبع المضروبه الدجاج. اوكي. عندنا هون عدس احمر، عدس بني، عدس احمر هيدا. اها وهذا عدس شو؟ هداك لا لونه اورانج اصفر. شو بقي عين عليك؟ برافو عليك، لانه كل العالم هون بيشوفوا اللون مثل ما حكينا قبل انا وياكي غاده، انه هون بيقولوا لا احمر، لا هيدا بيقولوا له عدس أصفر. الاصفر المجروش. أوكي. وهيدا العدس البني وهيدا العدس الاحمر. نحن عم نستعمل العدس الاصفر اللي هو قبل بيكون روز ويتحول الى جون. نعم. اوكي اللي هو قفيت صحن بس بالاخر. واو، ايه صحن بالاخر اللي بدنا نجي عليه بعد شوي صغير، اللي هو ما له قصه بالعدس، بس صحبي هو وياهم، لانه بيقعد حد بيقعدوا حد بعض وين؟ بالسوبر ماركت. اوكي؟ بس هيك يعني جيران. بس جيران. جيران. اوكي شوفين. شوفي لوين؟ لوين؟ اوكي؟ هلا بدنا نحط كمان بالطبخه شوفين، لانه مضروبه الدجاج بتخلى كمان شوفين. ليكو بليز اعملوا معروف هون، ليكو شو عم بيصير انا عندي هلا اذا بتريدوا. ليكو هون هالخلطه هلا، انا هلا بدي زد لها من هون كوب من المرقه الدجاج، وبجي انا عندي كمان هون، طلعي كمان عندي كوب من المرقة هون، يعني صار عندنا كوب هون وكوب هون، كم كوب؟ اثنين. اثنين، وهلا بنضيف شو؟ الدجاج كله سوا بقلب الطبخة. من بعد ما يستوي العدس. فهمنا الموضوع؟ هلا أنا حطيت العدس مستوي بعد دقيقتين زدت الدجاج، لا بعد ساعة من بنضيف الدجاج المفصفص، طلعوا كيف هلا هون هيك، والطعمات الحلوة ها؟ هلا بنبلش يا شيف شادي، انتظرونا. رب البندورة. كباية، أول مرة بعبي بندورة من كباية. بدي أقول لك أول مرة حتى أقول كباية. في بندورة كباية من البندورة، أوكي قبل بينزلوا؟ يلا رح ينزلوا، أوكي. نزل يلا، ما رح ينزلوا هلا. إذا مدعمهم هلا. نزلوا مدعمهم كثير، أوكي. كباية كمان من البندورة بهالطريقة، وبنحرك. طلعوا شو حلوين هيك. وبرجع بنتقل لشيء اسمه زنجبيل. طلعي ها وهولي اصحابي ما بدك تستعملهم؟ جاي هلا لعندك. ليكو الزنجبيل، يا سلام على الزنجبيل. وبنتقل هلا كمان هون، ليكي كوني انا جايب معي ربل بندوره من البيت، ضل ملزق بهالمجمع الصغير، اوكي، او بهالمجمع الصغير. مش مجمع، مجمع صغير، ضل ملزق على اطرافه. كيف بدي شيلهم؟ حطيت مي، مي خضيتهم. اوكي برافو. علوميه علوميه شطاره. ليكي كيف هلا هيك؟ بنحركهم بهالطريقة هيك، اوكي؟ وبجي أنا برجع بحرك، وين صارت الملعقة هون؟ طلعي شو حلوين، بيعقدوا هالطبخة هيك، ليك ها؟ بدي منك بس تفتحي لي أنا شو؟ الخبز المرقوق. عليك الأمان، فيني ضبها هيك؟ الخبز المرقوق هون، فيني ضبها؟ خليها بإيدك اليمين واشتغلي بإيدك الشمال. لا هلا شو بنعمل هلا؟ لأنه الشوفان ما بده غير دقائق معدودة، بنشيل الشوفان نحن حوالي 50 60 جرام، ندلقهم نحن فوق الطبخة. وبليز هيدا مش اختراع، هي طبخه بتطوش، جربوها بليز، جربوها مره واحده، جربوها مع عصفينة الجيش مش مع فروج حتى ما نخسر فروج. وين بده يروح؟ اوكي بتلفي لي سندويش لبني اذا بتريدي. حاضر يلا جيبوا لنا علبه لبني. يا بيي ليكو شو حلوين. انا ضل عندي انا هلا من اللومي، اللومي هيدا اللي هو اللايم، هو شو؟ مبروش، مفروم، ناعم، لك وينه هون، رح شيل منه شوي صغيره واعطيها طعمه اللومي اللي هي طعمه حامضه. يا ماما شو حلوين، او هالطبخه هلا. وينك يا وينك يا وينك يا غاده؟ برعي الطلة لغيده غاده كمان مره، مش مره 30 مره. ليه هيك؟ لذلك نعم علقت الحرب.
عملنا حرب وسكاكين وضربنا بعضنا وطلعنا ونزلنا. عملتوا غنية. أنا اليوم تعلمت، قمت الصبح أنا اليوم ببلشت كتبت غادة على اليمين وغيدة على الشمال، وبلشت غادة غيدة غادة غيدة قد تحفظتهم لأنه ما يلا ليكي شو بدي أعمل؟ الخبز شو بدي أعمل؟ الخبز خليك لا هلا بتيجي لعندي وين مدقة التوم؟ ضبيتها مدقة التوم صار عليك هيك بدنا نعمل أحبائي صرنا هلا بالمدقة، هلا رح تجيبي جيبي كمان هيدي معك وني وني المدقة يلا جيبيها ومنبلش هيك طلعوا كيف هيدا هون بهالطريقة هيك ليكي كيف يلا ضرب انزلي انزلي فيها انزلي فيها هيك لا هي ما بتضرب اوكي ليك بتضرب هيك ليكي كيف بيستعملوها شفتي كيف بالزوايا تبعتي شفتي كيف انتبهوا ولا لا حتى يروحوا ليكي كيف الدجاج عم يصير الدجاج كله مفتفت اوكي اكيد نحن هلا عم نستعمل نحن المدقه بس تكون المدقه شو نحن اذا كان كمان حسب ريحتها توم منها مشكله ابدا بس هون اذا كان دقيق فيها لحم نحن بدنا نستعملها شو بنعمل هلا في مدقه مدقه الجرن الكبيره هيدي فين يجيبوها بيستعملوها واو هيدي هي المضبوطه اللي لازم نستعملها وطلع هلا شو صار لو حركيهم مضبوط للرزات وعطفيت هلا حق الرز يلا هيدي هي هون المضروبة ومشان هيك بسموها مضروبة عندهم مضرب او عندهم شيل البطاطا او عندهم مهرسة او عندهم كمان مدقة كبيرة وهيدي هي هون وصارت انا عندي اياها جاهزة 100 بدها تضل هالقد رخوة؟ رخوة لأنه يعني بتتقدم ايه اوكي طلعي في صوص يعني هي ايه وين 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 طلعي ها خلينا نفرجيها كمان للمشاهدين طلعي ها هيك مثل كأننا نحن عم ناكل شو؟ عم ناكل صوص، مثل كأنه عم نعمل رز ويخني حدا ويخني حدا بازيلا كذا كذا كذا، هلا وين الصحن؟ الصحن مع الخبز أو بلا خبز؟ مع الخبزة نفتح الخبزة يا سلام، هلا أو بتقدم هو هي. مع الخبز المرقوق أو بتقدم مع الرز، هن بيختاروا اللي بدهم إياه، رزت عنا اليوم جاهزين كمان فيهم يتقدموا مع الرز كما إنه مع الخبز المرقوق اللي بده يعمل الشيف شادي هلا رح يحط هيك هون ليك شو حلو اوكي بهالطريقه هيك ونجي نحن نفرجي هلا كمان عنا طلعوا بليز هلا كمان ندوقها نحن هيدا هو هيدا هي مضروبه الدجاج اللي فيها برجع بعيد من العدس فيها من الدجاج فيها من الشوفان واذا نحن بنشوف الشيف شادي كيف عملها اليوم من اكثر الوصفات صحيه ممكن لا جلده دجاج ما فيش لا زبده لا سمنة وكل المواد اللي استعملناهم بقلبها مواد صحية بامتياز طلعوا فيها طلعوا شو حلوة بس أنا عم بسكبها بطريقة هي مجرد الألوان بس تشوفوا بس عملوا معروف تشوفوا بس هي عم تغلي هون وأنا عم حطها هون بهالطريقة طلعوا كيف وإذا كنت بدي أحط عليها أنا من الرز فيني كمان مش هيك طلعيها وجيب أنا من الرز وحط على الجرب بهالطريقة طلعي كيف من الرزات الحلوين يا شيف شادي بهالطريقة هيك يا سلام مع مضروبة الدجاج ما بنصح حدا يضرب حدا خاصة بشباط ما نعمل نبوس بعضنا وقرب هلا شو سان فالونتان بدك تحضر لنا جماعة الجاي كله احمر ايه بليز اكلات بنبلش من نهار السبت كل اكلات احمر ان شاء الله نحن بنشوفكم بكره بعالم صباح الجديد